استجيرك يا إلهي، استجيرك يا إلهي يا مالك يوم الدين، استجيرك ان تعطف على الفقراء يا صاحب الحق المبين. انت الاله الاكرم باعث الارزاق في كل ناحيه وحين، استجيرك يا ارحم الراحمين. ارحم عبيدك في الغرب والشرق، في الدانوب حتى الصين، استجيرك يا باعث الغيث في كانون وفي تشرين، يا مبدع الكون والسماوات وناشر الايمان والشوق والحنين، يا خالق الإنسان من التراب والطين. أستجيرك يا إلهي أن تبعث السلم في البيت الحرام وفي فلسطين، في كل العواصم في الشام وفي بكين. يا إلهي يا منزل القرآن وباعث النبيين، موسى لليهود، عيسى للمسيحيين، المصطفى للمسلمين، وشعيب خطيب المرسلين، حارس التوحيد بوحي مقامه في حطين، شعيب يمين موسى وناصر صلاح الدين. يا إلهي ارحم عبيدك في كل حب وصوب، واجعل السلم تاجا على رؤوس المؤمنين. قصيدة الثانية: شعوري إليك يا إلهي، شعوري إليك يا إلهي كالنور براقا، أهديك حبي شغوفا متيما مشتاقا، أنا المستجير أطلب عطفك تواقا. يا إلهي يا مانح المؤمنين نورا وإشراقا، أنت الأكرم وأنا من وحي دنياك ذواقا، أطلب الإيمان بقلب مفعم بالحب حراقا. يا إلهي أعني في نهاري المتعب واهدني أشواقا، أعني في ليلي الحالك وابعد عني الضعف والإرهاق، فإليك أركع وأصلي طالبا وحيك الخلاق. يوم القيامة ديروا بالكم، من واجبنا أن ننبذ الطيش والجهل، ولو كان ذلك من غير السهل، العيش أضحى مشكلة وجبت تسوية وحل، الزرع تيبس في الحقول وانتشر المحي، الناس صاروا جياعا غذاؤهم شح وقل، يا للعار من سياسة ترمي لتجويع الأهل، نحن أبناء هذه البلاد نكافح ضد القهر والقحل، الرب حامينا هو الواسع الباسط عز وجل، سيسحق من يعتدي على الدين، الحق بان وهل، يوم القيامة قادم سيحاسب فيه الكل الشاب والكهل، وفي القيامة سيلقى الظالم النار ومرض السل. قصيدة أيها العابرون: اعلموا أيها العابرون ها هنا أني إذا رحلت سأعود يوما مع العواصف والرياح وحبات اللقاح، أعود مع الطير المهاجر من الشمال إلى الجنوب والنسر المكابر، أقطع المسافات لأحط بين الرواب والتلال. اعلموا أيها العابرون فوق الثرى والزاحفون نحو المدائن والقرى، أني إذا رحلت يوما سأعود مع حبات النسيم في الصباح، أفترش الأرض وأبعث الذكرى ولملم الماضي والجراح، عبر الفيافي والسهول أشم عبير البنفسج ورائحة الحقول. اعلموا أني متجذر هنا في الصخر قبل وبعد الممات، أحكي قصة العمر أنشرها في الليل وفي الفجر مع بزوغ الشمس لتناطح السحاب. اعلموا أني إذا مت أعود، وعندما أعود سأبني كوخا خالدا أحفره في الصخر يطل على البحر، ليهدي موجه الساحل والرمال شعرا جميلا يردده الصغار والكبار عبر العصور والأجيال، شعرا كله مآثر يروي قصة وطن عاش القهر والذلة وويلات الحروب، شعرا ينشد الحب والسلم لكل الشعوب. القصيدة المهمة مع أبو محمد وهيب سعد، وفي خطوة غير مسبوقة وفريدة من نوعها محليا وعالميا،
قمت بتاريخ 5/5/2014 برفقة الطيار ابن المغار أبو محمد وهيب سعد بالتحليق في رحلة جوية قصيرة في أجواء بلدتنا المغار، ونظرت من الجو في سماء القرية آنذاك 300 نسخة لقصيدتي بعنوان تحية للمغار من الجو، والتي تطايرت وتساقطت منتشرة تبث المحبة والتعايش بين طوائف القرية الثلاث وأحيائها المختلفة، إلا أن الأوراق لسوء الحظ تساقطت غربي المغار بين كروم الزيتون. حق الطيار. سأقرأ. حق الطيار. قال لي اسا زتها، زتيها طبت غربية، طبت وادي سلامي، اسكت خلاص. تحية للمغاري من الجو. نراك يا بردة الغالية ونحن في رحلة جوية، نراك من الأعالي وأنت تعانقين سفح حزور الأشم زينة القرى العربية، نرى رأس الخابية تلوح للمنصورة بأجمل صورة، نرى الحريق يبعث للجمش نسيمه الرقيق، نهديك يا مغار من شاعر الأشعار ووهيب الطيار تحية إجلال وإكبار، نهديك يا موجة القلب سلاما مكللا بالحب، نرى فيك رسالة الرب الخلوة تصافح المسجد والكنيسة، بنيانك والدوار يعج بوقار يهتف يا قرية الأنيسة ابقى يا عروسة، نرى سدرة الربيس تبعث سلاما لكل بيت حريص وكل زاوية نبتي في كل ناحية يا مغار الجميلة آية للسلم والنخوة الأصيلة. شكرا لك.